وجه التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه. كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت المبادرة في شهر أبريل الماضي تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم أبطالنا رموز للعملة الوطنية. للمزيد من المتابعة عند هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا سيد أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ. سيد أكمل بعد التحية، يعني كيف تنظرون لاستجابة رئيس الوزراء للمبادرة التي دعت إليها تنسيقية شباب الأحزاب بتخليد جهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا؟ احنا باسم التنسيقية بنتوجه بالشكر للسيد دولة رئيس الوزراء على استجابته السريعة للمبادرة ولرغبة أعضاء مجلس الشيوخ من التنسيقية، وده مش غريب على يعني على الدكتور مصطفى مدبولي إنه دائما يأخذ بأفكار الشباب ويصدرها إلى المجتمع ويعمل على تنفيذها. نعم، يعني سيد أكمل بالتأكيد هذه المبادرة لها انعكاس معنوي على الفرق الطبية، لكنها أيضا بترصد تاريخيا ما يعني إن شاء الله طبعا بعد ما نجتاز هذه الأزمة بسلام جميعا، بترصد تاريخيا ما مر على المجتمع بشكل صعب ومثل هذه المحنة اللي مرت على العالم كله. طبعا ده جزء من فكرتنا في المبادرة. احنا فكرتنا لما طلعت للنور كانت في عز الأزمة بتاعت جائحة كورونا في إبريل الماضي، وكانت من أفكارنا مجموعة من أفكارنا في رفع العبء عن الأطقم الطبية وعن الناس. لكن احنا صادفنا ان طبعا كان في ضغط كبير جدا على الأطقم الطبية، فكان لازم عندنا هنا رسالة معنوية بتخليد يعني مكافحتهم ونضالهم من أجل خدمة المواطن البسيط في ظل هذه الهجمة الشرسة من الفيروس، وفي نفس الوقت هي رسالة أخرى للنشء، رسالة مهمة جدا ان كل ولد وبنت من الطلائع ومن الشباب معاه دلوقتي الجنيه اللي مرسوم عليه العملة رموزنا الوطنية من ابطالنا من الفرق الطبية. هي رسالة ليهم ان مصر دايما بتحتفي بولادها وبابطالها المخلصين، وهي دي مصر الجديدة، مصر 30 يونيو. نعم، جزيل الشكر للسيد اكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ. شكرا يا فندم.